السلام عليكم. إذن سنة بعد ما أبهرنا تشات جي بي تي وأحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، هاي جت الموجة الثانية اللي راح تدهشكم أكثر. البعض منكم ربما يتفكر ولا مر عليه هذا الفيديو اللي عنده عام اللي مخدوم بالذكاء الاصطناعي للممثل ويل سميث يأكل في السباغيتي. تتفكروا كيفاش الفيديو كانت انترستينج بصح فيها عيوب كبيرة وشوائب عديدة. صح، هذه كانت عندها عام، نجو إلى فيفري 2024. صدق أو لا تصدق، هذه الفيديوهات اللي راكم تشوفوا فيها الآن مخدومين بالاي اي، مخدومين بالذكاء الاصطناعي. يعني صح شيء مذهل ومدهش، وهذا فقط سنة بعد ما أدهشنا تشات جي بي تي بإمكاناته على توليد النصوص. شوفوا كيف خلال فترة قصيرة انتقلنا من Text Generative AI إلى Video Generative AI. على كل حال، هذا التطبيق تم إعلانه من طرف سام أولتمان، مدير شركة Open AI اللي دار تشات جي بي تي، لو البارح الخميس 15 فيفري. تم إعلانه مش معناها تم إطلاقه، مازال ما عندناش تاريخ إطلاق التطبيق هذا للجمهور. التطبيق هذا أعطاه هذه المرة اسم باللغة العربية، اسمه صورة، وصورة يقدر ينتج فيديوهات تاع دقيقة من خلال فقط إدخال نص وصفي. إذن بنفس الطريقة اللي يقدر بها تشات جي بي تي يفهم النص اللي نعطوه ويجاوب عليه بنص، صورة يقدر يفهم النص ويعطيك مقطع مصور. يعني انه يقدر يفهم كيفاش اشياء مثل فيزيكس وتكستشر وماتيريالز كلها تتفاعل مع بعضها باش تخرج فيديو قريبة من الحقيقة والواقع. اوبن اي اي حطوا على موقعهم مجموعة من الفيديوهات اللي توري هاد الشيء كله. وقبل ما نوريكم الفيديوهات، ديروا في بالكم باللي كاين اشياء راح تشوفوها تبين انه هاد الفيديوهات ما هيش حقيقية ومخدومة بالذكاء الاصطناعي. ولكن فقط تخيلوا معايا بعد سنة من الآن، كي تزيد هذه التكنولوجيا تتحسن وتتطور، راح يكون صعيب علينا أنه نميز بين فيديو حقيقي وفيديو ذكاء اصطناعي. حطوا هذه الإشكالية في بالكم مليح، وراح نولي لها شوية من بعد. صح، خلينا نبدأ بالفيديو الأول. في كل هذه المقاطع ما كانش صوت، كاين غير الصورة. برنامج الصورة أعطانا هذا الفيديو بعد ما دخلوا له هذا النص. النص يقول: امرأة أنيقة تسير في شارع في طوكيو ممتلئ بأضواء النيون المشع ولافتات المدينة المتحركة. المرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وفستان أحمر طويل وأحذية سوداء وتحمل حقيبة يد سوداء. النتيجة كما راكم تشوفوا مذهلة. الفيديو فيه كل شيء، فيه تفاصيل، فيه إضاءة، فيه عكس إضاءة، فيه حركة متناسقة، فيه لون بشرة. هي صح إذا دققت شوي مع الفيديو راح تبدأ تلقى عيوب صغيرة تبين أنه مخدومة من طرف كمبيوتر، ولكن تبقى أحسن بألاف السنين الضوئية من فيديو تاع ويل سميث اللي عنده فقط سنة. هذا التطور المذهل نزيد نقدر نشوفوه في هذا الفيديو أيضا. شوفوا كيفاش الإضاءة ممتازة، الغبار اللي وراء السيارة رائع، وكأنك تشوف في لعبة فيديو مثل Need for Speed. وحقيقة أهم حاجة هي كيف أنه كاميرا درون اللي تتبع في السيارة حركتها ممتازة. وش تقولوا في هذه؟ جراء تلعب في الثلج، شوفوا كيف حركة الأذنين، شوفوا كيف الفروة تحهم مغطاة بالثلج وتتحرك وتتفاعل معاه. يعني صح شيء مذهل. كي تدخل في الموقع تاع Open AI راح تشوف كثير من الفيديوهات كما هادو. والحاجة اللي أثارت دهشتي هي إلى أي مدى هاد البرامج تاع الذكاء الاصطناعي راهي تتطور بطريقة سريعة جدا تفوق تصورنا وتفوت استيعابنا. ما نكتبش عليكم، أنا نستعمل تشات جي بي تي كل يوم في عملي كأستاذ لغة تاع إنجليزية، وما زلت مندهش من إمكاناته والتكنولوجيا اللي راهي وراه. خليك ياكي اليوم راني نشوف مثلا فيديو مثل هذا، لو كان وريت لي هذا الفيديو عندها فقط أسبوع
نقول لك أنه هذا فيديو حقيقي، ومستحيل نصدقك إذا قلت لي أنه من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ولكن الحقيقة هو أنه كذلك. هذا الفيديو فوتو رياليستيك إلى درجة تخليها قريب تبان حقيقية. الإضاءة، لون البشرة، والظلال اللي على التيشيرت نتاع الشاب اللي راه قاعد فوق سحابة يقرأ في كتاب، كلها تفاصيل صح صح مذهلة. أما الفيديو اللي صحب ست لي راسي كل هي هذه النتيجة، عجب في عجب، تفاصيل اللي في وجه الرجل واقعية إلى درجة كبيرة. شوفوا القبعة تاعو كيفاش تحتوي أدق تفاصيل، الألوان واضحة وباهية. حقيقة هذه أحسن فيديو شفتها في عمري من طرف الذكاء الاصطناعي. صح في واش قادر ينفعوا هاد الفيديوهات اللي مدتهم دقيقة واللي يخدمها لك الذكاء الاصطناعي، يعني واش قادر تكون استعمالاتها؟ كل واحد في واش قادر يستعملهم. مثلا أنا كأستاذ لغة إنجليزية راني شايف already باللي هاد الأداة راح تساعدني بزاف في تعليم اللغة الإنجليزية. تخيلوا معايا، نحب نفهم الطلبة تاعي واش معناها كلمة sunrise. ما كان له نجبدو قاموس، ما كان له نقعد نشرح، ما كان له نقعد نترجم، فقط نقول برنامج صورة يعطيني فيديو لطلوع الشمس، وبوم هو راح يخدمها لي في ثانية، والطلبة تاعي راح يفهموا الكلمة في ثانية. في مثال آخر، شوفوا معايا هذا الفيديو التاريخي اللي صور كاليفورنيا خلال القرن 19. هذا الفيديو راه جينيريتد كليا من طرف الذكاء الاصطناعي، من طرف برنامج صورة. ولفعل ذلك اعتمد برنامج صورة على آلاف الصور والكتابات التاريخية لتوصف هذيك الفترة. الآن تخيل معايا أنك أستاذ تاريخ، والدرس تاعك اليوم هو على معاهدة تافنة نتاع الأمير عبد القادر خلال الاحتلال الفرنسي. تقدر باش تدعم الشرح نتاعك تطلب من الذكاء الاصطناعي، تطلب من صورة انه يصور لك فيلم قصير يوري المعاهدة بناء على صور وكتب التاريخ، وتوري هذا الفيديو للتلاميذ ولا طلبة تاعك، وهكذا تكون ساعدتهم على فهم والغوص في المرحلة التاريخية اللي حاب تدرسها. وهذا فيما يخص الماضي، نفس الشيء بالنسبة للمستقبل. هذه فيديو مثلا لمدينة لاغوس في نيجيريا في 2056 خدمها صورة. إذن في هذا السياق تخيل أنك مهندس معماري عندك فكرة حبيت تجسدها بصريا لنفسك ولا للزبائن توعك، فكرة تاع منزل ولا ديكور ولا تهيئة عمرانية، تقدر تطلب من صورة أنه يجسد لك الفكرة تاعك في فيديو قصير، ومن بعد تبدأ تخدم عليها. شوفوا مثلا هذا الفيديو اللي خدمها صورة لدرون يعطيك صورة لمباني من فوق. المهم يعني الإمكانات باللي تبقى غير محدودة، من كيفاش تدير درس إلى كيفاش تطيب كسرة، ولكن في نفس الوقت المخاطر أيضا تبقى غير محدودة. واش يصرى إذا هاد التكنولوجيا طيح في يد ناس يحوسوا يديروا الفتنة ولا يديروا فيك نيوز؟ مثلا يصوروا واحد مشهور يقول حاجة ما قالهاش ولا حاجة ما درهاش. هذه أمور لازم ناخدوها في عين الاعتبار من ناحية أخلاقيات استعمال هذه التكنولوجيا القوية. ربما هذه هي السبب اللي خلات أوبن أي آي مازال ما تطلقش صورة للجمهور. البرنامج مازال قيد التجريب ومتاح لعدد محدود جدا من الأشخاص، من تيسترز والكرييترز خارج شركة أوبن أي آي. وهذا مهم جدا، لأنه وانا نشوف المقاطع الفيديو هذه على موقع اوبن اي اي قاعد نقول روحي صح هذا الشيء كله مليح، هذه الفيديوهات كلها هايله، ولكن هذه الفيديوهات خيرتهم شركه اوبن اي اي بنفسها وحطتهم بنفسها، معناها هادو يكونوا غير الاحسن، وربما يكونوا حتى دايرين لهم ربما تحسين بنفسهم، لان كلنا شفنا واش صرا مع جوجل في ديسمبر لما اطلقت جيميناي.
ولكن مع اوبن اي اي الحكايه مختلفه. خلال 24 ساعه هذه المجموعه الصغيره من الاشخاص المستقلين اللي اعطتهم اوبن اي اي برنامج صوره باش يجربوه بداوا ينشروا مقاطع فيديوهات هما خدموها بصوره على حساباتهم في تويتر. النتيجة ربما أحسن من المقاطع الرسمية اللي حطتها أوبن أي آي على موقعها. شوفوا هذه المجموعة من البط تنقر في بلورة زجاج، شوفوا معايا الريش، التراب، حركة البط المطابقة للواقع والريفلكشن تاع البط على الزجاج. كل اللي يخدموا في إنتاج الفيديوهات على بالهم باللي حاجة كما هذه تدي ساعات طويلة من العمل باش يتم إنتاجها. إلى حين يتم إطلاق صورة للجمهور باش نجربوه، وشفتوا حتى الآن وشفت معاكم من مقاطع فيديو من صورة يخليني منبهر ويخليني متفائل بمستقبل باهر للذكاء الاصطناعي، ولكن في نفس الوقت يخليني شوي مش مطمئن من الاستعمالات اللي قادرة تكون غير أخلاقية لهذه التكنولوجيا. وزيد هذا البرنامج تم تدريبه على كل فيديوهات اللي أنتجها الإنسان حتى الآن، فالمفروض أنه ينتج فيديوهات تبقى في إطار تصور الإنسان فقط، ما ينتج أشياء من نسج خياله هو. ياك هكذا ياك، مانيش عارف والله ماني عارف. على كل حال ما يقولوا بالإنجليزية wait and see. شوفكم بخير، سلام.